ترامب بيواصل ايضا مفاجاته، حيث يختلق معركه مع الصين، ويقول بشكل غريب ومدهش للحضور بان الصين بتتدخل بتخطط لتدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة، شيء كان غريب وكان مثير، وبيقول بأنه الصينيون لا يريدونني أن أفوز في الانتخابات لأنني أول من تحدى وأول من فاز في حرب تجارية مع الصين. إذن بيختلق ترامب معركة جديدة مع الصين، وبيتهم الصينيين بأنهم أرادوا أو يريدون عدم فوزه في الانتخابات، ويعلل ذلك بأنه هو الذي انتصر على الصين في المعركة التجارية.